السلام عليكم، حياك الله أخي. أنا لم أكن أعرف هذه الأمور عندما رددت عليه. جاءتني فيديوهات كثيرة بعد ذلك، لكن على كل حال الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يتكلم بكلام لين، فقول له قولا لينا، يعني قول سهل مؤدب لين غير قاسي، مع أنه فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. مع ذلك الله أعطانا درسا أن نتعامل مع الآخرين بلين، حتى وإن كانوا مثل فرعون. بارك الله فيكم، حياكم الله، أرجو أن تخبروا الإخوة بذلك. السلام عليكم ورحمة الله.